أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها على أداء البورصات المصرية وأسواق المال العالمية وحركات الاقتصاد العالمية والمحلية، حيث سجلت مؤشرات والبورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى تريليوني و77 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 20 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.6 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 29452 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 7490 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.4% إلى قيمته ليصل إلى مستوى 10449 نقطة. وفي منطقة الخليج العربي ارتفعت معظم أسواق الأسهم اليوم الاثنين بقيادة المؤشر السعودي الذي أغلق عند أعلى مستوى له منذ أغسطس من عام 2022 رغم تضاؤل فرص خفض أسعار الفائدة مبكرا على مستوى العالم. وربح المؤشر السعودي 7% ليرتفع للجلسة 13 على التوالي مع زيادة سهم أكوا باور 3.5%، وزاد المؤشر القطري 9% عند الإغلاق مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامية 2.3%، وزيادة سهم مصرف الريان 3.8%. وارتفع مؤشر دبي 0.3% مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطنية بنسبة 1.7%، بينما انخفض مؤشر أبو ظبي 0.2%. وفي أوروبا تراجعت مؤشرات الأسهم اليوم الاثنين بعدما تلقت الأسهم الفرنسية صدمة إثر تخفيض الحكومة لتوقعاتها للنمو الاقتصادي السنوية، في حين ارتفعت أسهم شركة فورفيا لصناعة قطع غيار السيارات بعد توقعات متفائلة وخطط لتقليص العمالة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1%، وانخفض المؤشر الرئيسي الفرنسي 0.3% متراجعا من المستوى غير المسبوق الذي سجله يوم الجمعة الماضية بعدما قلصت الحكومة من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد في عام 2024 إلى 1% من 1.4%، متأثرة بالحرب المستمرة في أوكرانيا وغزة والتباطؤ لدى شركاء تجاريين كبار مثل ألمانيا والصين. أغلق مؤشر بورصة اليابان الرئيسي على تراجع وظل قرب مستوى قياسي مرتفع تحت ضغط هبوط الأسهم المرتبطة بالرقائق، وانخفض المؤشر نيكي 4%، بينما قدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أداء أفضل مرتفعا بنسبة 57%، وكان سهم قطاع المصارف الأفضل أداء بين 33 مجموعة صناعية في بورصة طوكيو إذ قفز بنسبة 2.9%. في أسواق النفط العالمية انخفضت الأسعار مع استيعاب الأسواق لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أشارت إلى التروي قبل خفض محتمل للفائدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 58 سنتا لتسجل 82.8 دولارا للبرميل، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط 35 سنتا لتصل إلى 78.8 دولارا للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوع مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وقوة الطلب، وارتفع الذهب بنسبة 4% ليصل إلى 2021.9 دولار للأوقية ليسجل أعلى مستوى له منذ الثالث عشر من فبراير الجاري. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 4%، وصعد البلاديوم 9%، وتراجعت الفضة بنسبة 1.2%. للمزيد من المتابعة معي الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أستاذ محمد مساء الخير. أهلا مساء الخير.
البورصة المصرية والارتفاعات المستمرة رغم التغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على معظم البورصات الخليجية والعربية والعالمية، ولكن البورصة المصرية منذ نهاية العام الماضي وهي تستمر في الارتفاع بفضل الله، كيف تقيم ذلك وترى الأسباب من وجهة نظرك ما هي؟ البورصة المصرية بترتفع منذ منتصف 2022 ارتفاعات متواصلة ومستويات قياسية للمؤشرات المصرية بشكل جماعي. يعني كانت الأول كان فيه سبق للمؤشر الرئيسي EGX 30، وصعدت الأسهم القيادية لمستويات قياسية، ثم توقفت ولحقت بها المؤشر الـ70 لمستويات أيضا قياسية تاريخية غير مسبوقة، وفي الوقت الحالي ما زال متفوق هو المؤشر الـ70. وفي كل مرة بيمر السوق بموجة بيعية لجني الأرباح للمراكز الرابحة بيعود مرة تانية للصعود ويحقق مستويات أعلى من اللي حققها قبل كده وبيتجاوز ده. طبعا الأسباب في ده إن البورصة اجتذبت فئات كتيرة جديدة أول مرة تخش البورصة. البورصة النهاردة بتمثل افضل اختيار للتحوط من معدلات التضخم المرتفعه عالميا. استاذ محمد، هل جذبت متعاملين جدد محليين ام اجانب؟ محليين واجانب. يعني لو بصينا على الاجانب هنشوف ان سنه 2022 و2023 شهدت مستثمرين اجانب مستثمرين رئيسيين كانوا بيخشوا باستثمارات رئيسية في شركات كتيرة بالشرقية للدخان، وعدد كبير من شركات البتروكيماويات زي موبكو وزي أبو إير، وبعد كده شفنا برضو شركات العاملة في المجال المالي زي البنك التجاري الدولي وفوري وإي فاينانس. فكان في مستثمرين رئيسيين، ثم الآن بنشوف أفراد كمان من المستثمرين الخارجيين، مش عايزين نقول أجانب لأن يعني فيهم عرب وفيهم أجانب، والعرب يعني أشقاء، فكلا يعني كلا الفئتين موجودين وبيضخوا استثمارات في البورصة. أيضا بخلاف بقى اجتذاب هذه الفئات المختلفة، طبعا أحجام تداول سيولة عالية جدا في البورصة، وشفنا لأول مرة في تاريخ البورصة أحجام تداول بتزيد عن 8 مليار جنيه في جلسة واحدة، ورأس مال سوقي بيزيد عن 3 تريليون جنيه للأسهم المقايضة في البورصة. فبالتالي يعني في حالة من الانتعاش بتمر بها البورصة المصرية خلال هذه الشهور. هل أحد أسباب الجذب للمحليين والأجانب هو انخفاض أسعار الأسهم عن قيمتها الحقيقية؟ لأنه ما حصلش انخفاض لأسعار الأسهم من حيث الرقم، لكن لو قيمنا أسعار الأسهم مقارنة بالعملة اللي بتتداول بيها فطبعا يعتبر حتى ثباتها أو ارتفاعها أقل من الديبريسيشن اللي حصل فيه العملة يعتبر انخفاض، فده طبعا واحد من الأسباب، وده اللي بيخليها أفضل من الخيارات الأخرى للتحوط من التضخم. ده طبعا ضمنيا هو سبب أساسي. هل نسمي ما يحدث في البورصة المصرية من ارتفاعات المسمى ارتفاعات، أم هو استعادة البورصة لعافيتها من ذي قبل وليس ارتفاع بمعنى كلمة ارتفاع؟ لا، هي ارتفاعات طبعا، لكن قد يكون ما وراء هذه الارتفاعات هو عمليات إعادة التقييم، وبرضو نقدر نقول عليها زيادة وعي. يعني الفئات الجديدة دي كلها أول مرة تسمع عن البورصة، ففي وعي بسوق المال، ويعني البورصة بقت نشطة دلوقتي وبقت على لسان الجميع، وبقت في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حتى العامة منها وليست المتخصصة أو الاقتصادية فقط. يعني من سنتين كان اللي بيتكلم عن البورصة فقط الجرائد الاقتصادية، دلوقتي الجرائد العامة، برامج التلفزيون الاقتصادية، دلوقتي البرامج العامة وبرامج المرأة، وكله بقى بيتكلم عن البورصة. فبالتالي في زيادة للوعي وفي سهولة كبيرة، وكل ده بيؤدي للارتفاعات. طيب أستاذ محمد، ننتقل إلى البورصات الخليجية، كيف تقيم أداء البورصات الخليجية اليوم؟
يعني البورصات الخارجيه برضو انا شايفها في موجه ارتفاعات بتعوض فتره كانت ادت فيها اداء ضعيف مقارنه بالتحسن في ارتفاعات النفط. فكان يعني ده كان شيء غريب ان النفط بيرتفع والبورصات الخارجيه لا تعبر عن هذا الارتفاع وكانت بتؤدي اداء ضعيف. في الفتره الحاليه وبالرغم من مرورها احيانا بجلسات تشهد بعض جني الارباح لكنها بتؤدي اداء جيد جدا افضل بكثير من الاخبار اللي المفروض تؤثر على اداء البورصه. ولكن ده اعاده تقييم للارتفاعات اللي حصلت في اسعار النفط. طيب استاذ محمد ننتقل الى البورصه الامريكيه التي اغلقت اليوم، ولكن الاسهم الاوروبيه تراجعت بعدما تلقت الاسهم الفرنسيه صدمه بعد تخفيض الحكومه لتوقعاتها للنمو الاقتصادي السنوي. البورصات العالميه كيف تقيم ادائها؟ يعني عالميا او يعني تحديدا في الغرب يعني اكثر منه، لان في فرق ما بين السياسه النقديه في الغرب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عن السياسة النقدية في الصين وعن السياسة النقدية في اليابان. فلو بصينا لأسواق المال في اتجاه الغرب فطبعا صدمة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأسبوع الماضي خلى ناس كتير تراجع نفسها في توقعاتها بأن يحصل تيسير للسياسة النقدية. كان في الأول يعني كان في حالة من التفاؤل اللي هي يعني اكثر من كان زايد عن حدها بكثير، ان الفيدرالي ممكن يخفض الفايده 7 مرات وانه هيبدا من مارس في خفض الفايده بعد ما اطمن لمعدلات التضخم. فقراءه مؤشر اسعار المنتجين الاسبوع الماضي عملت صدمه وخلت الناس ترجع لارض الواقع ان الفايده المرتفعه قد تظل لفتره اطول مما يتصورون. فبالتالي الاسواق لسه ما تجاوبتش مع ده، لكن تدريجيا الاسواق هتستوعب ده وممكن يحصل نوع من الهدوء في حاله الارتفاع القياسي اللي بيحصل في البورصات متجاهله اي توقعات بالركود. لكن استمرار تشديد السياسه النقديه يعني اظن ان هو ممكن يبقى عائق امام ارتفاعات الاسواق العالميه بالذات في الغرب في الفتره اللي جايه، خاصه ان التوقعات دلوقتي انه مش قبل يونيو عشان الفدرالي يبدا يخفض الفايده على الدولار، وبدل 7 مرات خلال 2024 خفض فايده بدات التوقعات يا مرتين يا 3 على الاكثر ده اذا حصل اصلا خفض الفايده. فيعني الناس بس توقعاتها رجعت لارض الواقع بعد ما كانت محلقه في عنان السماء. السؤال الدائم تكراره في حلقات مؤشر النيل هو توقعاتك وتقييمك لاسواق النفط والذهب حاليا، خاصه وان كل المستثمرون وايضا كل المواطنون يترقبون اسعار النفط والذهب لما له من تاثير كبير على حياتهم الاقتصاديه. يعني هما الاثنين مختلفين شويه عن بعض. النفط طبعا يعني بيشهد حاله من الانتعاش تحت تاثير الاحداث والتوترات الجيوسياسيه في منطقه الشرق الاوسط اللي هي المصدر الاساسي للنفط حول العالم، ولكن يظل برضو نرجع لارض الواقع الحقيقه ان الطلب على النفط بينخفض مع الوقت. فاي ارتفاعات في اسعار النفط هي ارتفاعات مؤقته سواء تحت تاثير الاحداث والتوترات الجيوسياسيه او تحت تاثير قرارات من اوبك بلس بتخفيض الانتاج. فكل ده ما لم يتحسن الطلب وبالذات من الصين المنتج الاول في العالم هيظل النفط نظرتنا ليه سلبيه بغض النظر عن الارتفاعات اللي بتحصل من وقت للتاني لاسباب مختلفه. اما الذهب فهو طبعا على اثر توقعات استمرار تشديد السياسه النقديه الاسبوع الماضي زي ما قلنا والطفره اللي حصلت في مؤشر الدولار، فالذهب حصل فيه صدمه كده وانخفض انخفاضات شديده. لكن اتوقع ان الذهب يتجاوز هذه الانخفاضات لانه انخفض تحت 2000 دولار بمسافه يعني مش صغيره، اتوقع انه يتجاوزها قريبا جدا ويعود مره ثانيه للتحليق وتحقيق مستويات قياسيه جديده. استاذ محمد سعيد خبير اسواق المال، يعني اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.
إذن مشاهدينا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من مؤشر النيل. غدا بإذن الله حلقة جديدة. دمتم في أمان الله. شكرا لكم.